صلاح تريا 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 وصار انا وايد ابديت عليه. صلاح ها وين صلاح؟ اوكي صباح الخير. Good morning girls. Morning. How are you doing? I'm fine, sir. Everything good? Yeah. Thank you. صباح الخير. Yeah, good morning. How's everything? صباح ما ترياني. المفروض يترياني تحت. صاروا يضمح محمد. بعدين أكل زيادة. حي فاد اخي شي تدخل ابوي مكانك وتلقى طبوي العوده تفوح تفوح العوده وتفوت هاي ريحه خلينا اقول لكم عقب الانغال هاي صار ما كل سنه ظهر عدج واحد العام العام الاول والسنه ظهرت اربع عدوج لكن هاي رطبتها شفتوا اليوم تقرا قلم قلم شكر هنمونة شكر ريج ما عارش واسمها هذه ما عارش واسمها شيء عجبه عجبه هي والله وكل يوم نحصل أربع خمس رطبات منها أربع لو خمس وهي بعد واحدة ثانية من غير شرعت الخنيزية وهي ما بخنيزية هي حبتها أطول وأوشب هي والله هذا عالم الرطب شيء مهول اللهم لك تقول انت صلاح اه خلاص بلا يقول لك بيت اخر يس جود مورنينج حط سبيكر ها ان شاء الله احسن كل شيء زين والله شو بقول لك شوي بعد الوريم يصير ويرد من الصراط يا خلف هي والله كيف الحال البارحه عشاي كان لبن زين لو شيء بكتيريا وشيء في البطن بعد سنه زين زين ثانك يو شقيقي الاصال حالك بخير انا بخير الحمد لله كلهم بخير وسهاله ما بيعزل لحد يتكلم بتليفونه اوكي حبيبي أنا لازم أودر كل شيء على الأقل لمدة أسبوع فلذلك ريوق أبوي بيضتين وكورن فليكس وهالي تشوفونه على الأقل لمدة أسبوع عقب ترجع المياه لمجاريها وهذا أبوي ريوق البيت ريوق البيت الله يحفظكم الخبز المغربي نمونتين نمون صمون نمون هذا دواري هذا دنقب وهذا القيمات على ما تشوفون شو تبى صلاح انت؟ شوف تبى مغربي ولا القيمات ولا باكر باكر باكر؟ تريكت انت اليوم؟ خبز شو وين؟ بفلاح الحين ما تبى شويونه؟ شويونه ما علي حبيبي. حط لك دنقاو حبيبي. تعال هني حق تظهر. خلي بالي هذاك ها شو بلا؟ تبى الصبح؟ شو؟ بحد هني العصر العصر. باكر؟ ايه باكر باكر الخميس هو؟ ايه خميس. الخميس أنا موجود. باكر الخميس موجود. لا الصبح موجود. لا أسأل الله العالم. نعم البحر البحر. باكر يمكن 90% البحر. ما أعلم. 10% العين. Thank you. شو بلاك صار شو بلاك حيلة؟ لا ماما ماما. ها؟ ماما 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 أسد أي شيء يقول لك صلاح هو اللي يمشي الحين صلاح يقول أنا لا تقولوا له هني أنا ما أريد وما أريد يعني معناته إني خاف منك اسمع أسد الله سبحانه وتعالى موجود أي شيء يبغي صلاح تسويه لا تشاورني أنا ولا تشاور مدام أي شيء يبغي
انت مسلم تخاف من الله وانا عارفك من زين فلذلك خلي الله فوق هو يراقبك انت زين اي شيء يبا صلاح تنفذ لا تشاور ولا تناظر انت ارباب مالك صلاح ما بارباب مالك انا معاشك من عند صلاح ما بمن عندي انا انت تشتغل عند صلاح ما بعندي انا ما يسوي مسخره هنا لا مو مسخره اوكي يلا بارك الله فيك يلا تمشي على نفس البرنامج اللي يبغيه ها على كيفك بتي ثاني وثالث على كيفك حبيبي الشور عنده يوم بيقول لك بيت خالد بيت حصة بيت بدرية بيت فاطمة بيت خدية بيت خالو وين يبقى خلي يصير ايه لا انت حين هو يقول بس ما اسمع. مره مخبر اسد تعاليني جيب سامان ودي بس واحد مره روح هذا اي ما علي اليوم عاد اخر مره اي وانا خبر اربع روح سالون شيل ايه. سامان بعدين مره ثانيه روح هناك ان شاء الله اللي تشوفها صح لا ما مشكله اذا اول خلاص يقول لك ما شيء مشكله يلا يلا شكرا شغل سياره شغل الكنديشن ولد الف ودي قايلين لك اليوم روز لا بصلاح شال كندوره الاول ادي ما جديم ما ملبسه مطقم مع دوارك اليوم نفس السيم سيم بصراحة لا والله ما هذا حرمة أقولكم مقاصير تحيدونها في الصلاة العام شيء منهن مرة رقم واحد ولا عولا هاي أرني اللي ما ألبس سندوم أنا يعني مفصل حوالي 40 واحد وكل يوم واحد كل يوم واحد كل يوم واحد أرني اللي ييغ لكم بدي اخبركم دار عليه حول حول وانا كد كد فوق حقه فوق حقه برميكم اياه يبي وين العرش قد الناس بتشوف تملخ من جدل اللي تشوف هل هو من الغسال ما تعرف ايش قايل قميضه ما بهاين علي هو هذا الوحيد اللي تملخ لكن اظني التمليخه هذه من انهرى من الغسيل يمكن تحطين تايت وايد صابون اي نو بعد تجربين هي والله ان شاء الله اني الحين بسير ابوي بخيط غيرها دقيت لهم تليفون قالوا شيء الوان جديده قلت شو بعد الوان جديده البارحه انفصل 40 البارحه العام فصل 40 لون قالوا شيء على درجات عاد قلتنا على درجات نحب نسير وبنطالعهم وكان شيء مديل جديد لحد يشغل هالكنديشن لا تشغلوها وكان شيء مديل جديد ولا شيات ولا قصه ولا شيء اللي هو تحيدون الخياط هاك اللي في الخالديه هذا يا النزر خياط النزر ولا خياط السراب ولا خياط ايه هو يا النزر يا السراب شيء من هذا عندي الكرتونه مالهم ولازم الحين لينا ظهر ساعتين مو فيه وكنت عرفت مليون ودي وحين ان شاء الله كان الله راد بسير وكان شيء الوان جديد ولا مديلات جداد بخبركم ورقعت المقاصير الشربت الاولي البارد ما يعول هو مفروض انه ما يعولك ما يعول هي ما بمالك هدي انا من العام بالسنه بر وبحر وجو ما خليت بهن بلاد ما اصير كل يوم البس اثنين وثلاثه الصبح لبسه والظهر لبسه والمساء لبسه فانهرن من الغسال فقاره كم هو يعني الدايم شديد دايم الله سبحانه وتعالى ترى اللي بيمشي في شارع الخليج شوف العواوين يلفتن انتباهك العواوين ها كل وحدة عمرها لا يقل عن 30 سنة أقل شيء 30 سنة شوف ما شاء الله شوف العواوين اللي هناك وين يوجد هالنمونة ترى ما شيء جليل جليل يوجد في أي مكان حتى في بلادهن شرق وغرب بلاد النخيل أطري حبل صباخ لا بلاد النخيل على فكرة في السنين الأولية شيء نخيل وايد هني لكن قطاع ما بيعني نخل اللي هي مرة مظلمة لا شيء نخيل لكن لقاط وحدة وهنتين وأربع ثلاث هنتين الأغلبية ظهرات نشو الأغلبية نشو لكن الحين مثل هالنمونة تبارك الرحمن ما شيء لا صار ولا استوى انزين وايد هالعرب اللي تخبر تقول يقولون نخيل ابو ظبي ليش يلحفونه شو السبب ما يبون يعني حد ياخذ منه ولا شو يعني لا مسموح اللي بياخذ ياخذ اللي بيخرف يخرف
لكن الإيداد ممنوع، ممنوع عندك تيد. لا أتي تجيب لك حابول كان انخلى أبوي عوانه ولا انخلى كامله ولا بتسه، كانها بتسه تروم تلحقها، وكانها صريم صغير تروم تلحقها، وكانها عوانه لازم يبالك حابول، ما بدري حابول لا بد ولا عذر من الحابول. انزين فلذلك أبوي لحفونه عسب عسب ما يستوي حتات، يحت من أمه ويخيس الشارع، لأن بيدوس بيدوسن السيائير، بيدوسن السيائير، ونداسن السيائير بيتفقص. ونعمت الله الحكومة لهالدرجة محافظة على نعمت الله، شوف لأي درجة. وانت تحرون تحرون يعني مضموم على أساس إن ما حد يأخذ منه، لا مسموح. أبوي اللي يبه يبطل الكيس من تحت له شرات المشبل، يتبطل أبوي ويركب الآدمي، يجيب بشكارته ولا بشكارة ولا بروحه يلز النخل ويخرب، ممنوع. لكن المراد من فهمه من قانون أو ترتيبهم هذا أن يحطوا له القراطيس اللي من بلاستيك الخيش هذا النايلون، عسب ما يخيس المكان، ما حد يروم يلس تحت الصرم تحت النخيل يتضلل بظليل. هنا شو الحدائق حين كل أبوي مقرطس، شو السبب؟ ملفوف عسب يوم يحد تحت ما الناس ما تيجي تدوس نعمت الله، لا عسب وقت التنظيف ولا شياته يرقى العامل ويده وقت خلاص وقف موسم الرطب. شكرا للجماعة اللي كلهم تواصلوا وياي وطرشوا لي العنوان مال خياط السراب، أنا دله في هالمنطقة، في منطقة الخالدية، هب الخالدية هني وين قصر الحصن، في هالمكان هو وراها الفلل، لكن نسيت في أي مكان. وما شاء الله الشباب كلهم يدلونه، كلهم طرشوا لي العنوان، لكن كل عدم طرش لي العنوان حاط رقم سنابه، عين أبوكم مقواكم، عين أبوه لهالدرجة تعاد حاطين سنابهم على صورة الخياط أساس إني يا خالد حط أبوي للجماعة حسب يشوفون. نزين ودخلوا حسابكم وشافوا حسابكم ما في إلا كل سواد وي بيظهر في من وي هي أنا، بيظهر إن خالد أبوي حاطنا هذا، أبوي أنا فطين، أبوي أنا ما حط الحساب اللي وراه فائدة وراه مغزى، وبالأخص تبع خفة الطين وخفة الدم، ما الفلسفة أبو فلسفة. وكلنا أبوي قرق من زمان، أنا قايل أبوي كل إنسان أبوي بيظهر يظهر من قوة ومن من 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 عزيمته ومن شغله ومن أدائه، كان مفكر ولا إنسان راعي رمسة ولا راعي علم ولا راعي خبر، بيظهر يظهر أبوي منه إليه، ما يظهر تعالوا واظهرون. حتى لو يظهرونك العرب شرق وغرب، الناس من تشوف علومك ما تسر، بينفذوا بيسولك أنفلوا بينفذوا لك العين ما شافك من بيباك ساعة غصب زور، هو ما يستوي. الحين أمشي على النعمة الله يحفظكم، وفي الشارع هذا شارع الحصن ما شاء الله أدى حيد اللفة هذه غلط، ما ظني هاللفة مش هاللفة، أظني هناك هالبيوت البيوت اللي أطريها أقولكم في الخالدية، دول البيوت قم باللي أطريها كانت ذاك في الخيام. أيوة هالزاوية هذه العام جاينا وين مكان، وين جوهرات المسعود، هذا قصر الحسن، هذا بمكان خياطة مرة ما بضلاله، تحت جهاز بضبي الاستثمار، هذاك جهاز بضبي الاستثمار، وهي وكالة المسعود طرف هذا ثاني بناية من الحصن، من قصر الحصن أول بناية، لا ثاني بناية. نزي يناه الخياط، ولأن هذا أبوي بعد لابس هوشي، وهذا لابس شيء غير كروهات صغار، وهذا لابس مبكر، وقاعدين أبوي تحراهم ما شاء الله يشتغلوا في بيت كمبنية. كيف يعني هذا نمونة؟ شو شغل يعني حينا؟ ما شاء الله نمبر ون؟ أنت بكبرك نمبر ون، أرب الله أنت أرباب وين يعب أنك أنت؟ أول أنت وين شغل؟ أنا مني في هذا أشتغل من دائما. قبل في أيوة ثلاثة سنين موجود قبل في هذا شحامة. شو تشتغل هناك؟
تخيات فيها مشان فوق الحين من 3 سنه فيها من يمين في 3 ونص سنه ايوه الحمد لله شو بدي ما شاء الله مقصر انا دير فيها يا انا مقصر مالي انا انت تعرفني الحين هذا خالي انا نام فيها مشان واحد سنه اول انا يجي ايوه اخر سنه فيها انت مشان واحد سنه اول ايوه نعم زين انا يريد هذا الحين واحد سنه ديت خلاص مال هو أوكي. انا يريد اكسباير لازم يريد جديد يريد يشوف في سويت موديل كلها نصف لي الحين الموديلات كل الموديلات جديدات صفهن بنطالع كل شيء صفه كل شيء خدمته شيء جديد هذا نفس مالي انا اول ايوه انا هذا مشان انت هذا الاولي خدمه رامي الشيء الجديد اللي سويته سايق كم لون شيء حينه؟ والله ما شاء الله زيادة الوان فيها زيادة الوان ممكن 100 بات فوق فيها خيبة 100 بات فيها كل شيء جديد فيها الوان باقي نفرات حرفية نفرات واجد يفصل هذا نمونة؟ وايد ما في هذا وايد فيها الحمد لله الله يرزقكم لا هذا عاد ما هذا لا 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 ما خسنا نفرات هذا يعني تتريزي شيء فيها هذا معقول هذا زي هذا الصح من الأساس يعني وهذا كابتكار بعد زين ليش لا ثقيل مشان ولد فيها لا كبير فيها لا هذا حقي هال حق فروخ صغار ولا غاويات حلو مشان شربت فيها شربت حق الصيف حليل متخففون الفروخ الحوي يلعبون لو شياته بعد زينات والله لا والله لزين شو الحين هذا مديل واحد سويته مديل الثاني انزين قبض عاد قبض شوت كهرب يا حليل هاي حليلها مصغرونها الكنيديره خلها هاي وايد قاوي هذا ريال كبير في جراء عادي مشان نقصر حق هي هم قصر العادي متعارف عليه هي هذا لا هذا عقب ما مسوي له عقب انزين وهذا فتح الكوت حيد أول شيء مديل يسمونه فتح الكوت تحيدونها فتح الكوت لا هذا ما ظني أنا رومي بس هنمونه أنا برد أنا برد أبوي أنا في اعتقادي هذا هو هذا مديل مالي أنا الأول هذا مشان أنت ولا في شوية تورك في هذا ايه؟ هذا أنت سيم ترتيب هذا ايه؟ أيوة ها ترتيب شوف هذا حين من جدان أيوة ها أيوة رقم واحد من وراء قصير ومن جد من وراء قصير من قدام يعني بين الفرق في الكسوة هذه ها الكسوة هذه من وراء 2 انش اطول ومن قدام يكون اقل من قدام قصير ومن وراء طويل هذا مديله اللي انا قاعد ولازم ها مخبأ حد يعيبه مخبأ انا ما احب احط مخبأ لكن اظني المره هاي بحط مخابي مخبأ واحد ولا اثنين اثنتين مخابي اثنين انا المره هاي بحط مخابي لاني ساعة اشل تليفونين وامتحن بهن وانا امشي في الزراعة لا لا صد هذا 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 هو مديلي انا نفس الشيء لكن عادة على الكندورة العربية الكندورة العربية يعني وايد الاصول هو الاصل اصل المقصر غرمة وعقمة هذه العقمة وهذه الغرمة وحدة تتسوى ما يتسوون هنتين حليل هالصغيروني ايه حق اليهال حق القيض هذا حين رقم واحد لا والله لزينات وعلى فكرة الألوان ما يفتشن ولا يختلفن عندي هالألوان حمل عام لك 600 ودي مغسولات ولا عولا يلا يلا أظهر الألوان أنا غامج ما أريد كل فاتح ظهر لي هذا واحد ايوه اثنين ثلاثة من كل شيء يظهر لي جميع درجاته كله جميل فيها انت جميل بكبرك بابك جميل وما يجيب له كل شيء جميل كل شيء يظهر لي مرة لا تيود ولا لون اسود لا تحط وبني لا تحط هب تقول ما قلت لك اسود بني لا تحط قرب الله تهر بابك انت وين طاحك وين لقطك انت لقطة يا ابوك كلهن بابك هذا روحه مشكلة ايوه كلهن ولا يتم لون ما يتم لون في الدنيا العودة
كثير حافظ على التركواز كلهن هاي حطها. أيوة هذا ناري ما برو ملبسه ولا حط حطه حطه حطه. ما مشكلة. لا ما شيء مشكلة أنا كل أبوي صيد وادينا حلال. أيوة مرة أها يتملون هذا البربل عنبو ياكل عشوة إيه يا سلام إيه هي سبيشال ونص هذا ملك الألوان أبوي ايوه يا سلام يا سلام لا يتملون وهذا الملك ابوي ما حطيته ما في ازرق ايوه عني تملون ما تحطه بس اسود وبني ما تخليه ما زين له الالوان متى يجيب ارباب هذا كلر هذا مشان خليني يمرض مشان في هذا جديد الالوان والله ايوه زياده الالوان فيها زياده ما قدرت احط فيها ما تخلي ولا لون كل لون الحين سوي كاونت كم كم في هذا الالوان في هذا هذا الالوان في جديد يا ربي يا ابو كويدات كم بخيط بار في زياده لا لا بس عاد علي بس مغريات وايدة على فكرة يلبس أنا أبوي في البحر سيارة البحر حتى يوم بتتمشى رياضة وايدين الناس لبس الرياضة حين بتحت يلبسون اللبس الرياضي العادي وفوق يلبسون هذا ترى عادي ما بلازم أنت حين تشطن عمرك بتي شيرت نايلون وبلستا لا هذا أبوي تلبسه العرب يميع الشباب أنا شفتهم يتمشون جري في الهايد بارك وكل لابسين مقاصير في أي بلاد في الدنيا العودة أصلاً ترون تلبسه ما بلاد أنت تلبس ماركة يعني مقصر مبغاوي والله يا أبو كلو دروبة لجانب لا يخيطون ويحطون عليه مليون استيكر من وراء إلا زين وفوق عن الزين هذا نوع عادة من أنواع الخوار اللي يتخور على الأب هذا حين ساده وهذا مخور وزاحب ماخذين اللي بعدهم مكينه مخصوص على هالاساس ويتركب على جميع الالوان تخيل تعال هالاخوار على هالالوان كلها على اللي تشتهيه مثل ما تبى يخدمون لك هذا اتوقع حق الفروخ صغاريه اتوقع يعني وايد يا شيخ بيغدي وايد زين عاد حق الفروخ لازم يبغاهم شيء يتبردوبه هذا الوقت حينه وتاخذ يختارون بالاخص حق العيال اللي بين 6 شهور 7 شهور مثلا لين 3 4 و5 سنين وايد زين لهم هذا وايد زين لهم اخير عن هالشماطيط وهالخياس اللي يلبسونهن وبرخص التراب ها والله اللي زين فوق عن الزين انا اتوقع هذا وايد بيمشي ومن عقب ابوي اخير ابوي عن الجلاليب هاي اللي خايطينهم في شرق وغرب وما ادري وين هذا ابوي اخياط الدار والرقعة ابوي على ما تشوفون شربت اصلي لو بيدور عليه حول وحولين ما عول رقم 1 بارك الله فيك يلا انا احسب لي كم لون اللي اخترت اختار شو اريد ما في مشكله في هذا اختار منه شو الوان انت حط من هذا ها هذا حطيتي لي هذا اي اخذ انا شي ما اعرف انا لازم بطاقه ولا ما اعرف اختار بعد في يجي مشان هذا جديد بعد اوردرته في هذا سوي اوردر في كلش في هذا ممكن يجي بكره بعد بكره ها بعد ما وصل هذا باقي ما خلص هذا سوي اوردر في هذا طول الباب اليوم يجي مشان ما في غرب الله تربا اليوم يجي هذا مشان باب متى يجي ارباب اليوم يجي مشان ارباب متى بيجي الدكان الباب قبل في الصبح يجي مشان يا ربي ما كذبك لعن يسوي لي ديسكاونت اسمك أرسلان ما في كذاب يا ويلك زي. العام هذا تيم أنا يجي صح أيوه صح وقت أنا يسوي خياطة هذا مقصر ما يستوي كذاب وعشان أنت قبل يجي لنا الحين نفرات مشان بعد حرمة زيادة بعد حريم يجي أيوه. يخيط نفس الشيء أيوه زيادة فصل مشان في هذا كلكم ما في هذا بعد في هذا زيادة فصلات ما في هذا زيادة ما في زيادة وايد ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله قول الحمد لله نية مال أرباب مالك أنت زين أيوة إيه وأنتم زين خياطكم شيء زين
وسعره مضبوط وشيء تراثي ومخلف وشيء وايد زين. لذلك بيتم الزين. الحمد لله. بارك الله فيك. المعروض شوف المعروض. هذا بديل. وهذا مديل. اوكي سمسم هذا موديل. هذا مشان زين. وهذا مديل. في هذا موديل. وهذا مديل. وين هاك الكويتي اللي قلت عنه؟ كويتي. يلا انقفي يلا عادة. كويتي. ايه. يا الله منهج انت اي المنطحن متحول كلب وسرق خلص. ايوه هذا المديل الكويتي. يوم بيومكم ابوي هالكويت بياخذون منه. اسمعوا يا هالكويت ابوي ترى حتى الكويت مسوي لكم. ها بتقول ما حد قال لكم. زين انا ابوي هذا اللي اريده انا. تعال ياي. ها هذا مديلي انا مال اول. هذا حق مشان الدفيه. هذا مثل ما هو لولي لكن انا شوف وجه انت حب في هذا سيمسم هذا برا شويه اطول بدون مخابي. اي سيم كذي هذا لا المره هاي حط لي مخابي الاول. انا الاوليات بدون مخبة صح بدون مخبة. الحين اريد مخبة. زين شوف شوف وقدام من ورا اطول اطول 2 انش قدام في هذا مشان صغير وورا في اي يكون هذا الفرق بينها. نعم زين بس بارك الله فيك. ايوه كل شيء في هذا فاضي في هذا كل شيء. زين شوف واهم شيء هني ها وين القرضه هذه سوى دبل مني ها هي عشان ما يملع ولا شياته. اوكي يلا بارك الله فيك يا ربي يا صلاح. ها صلاح خالي خلف بزعل ما بزعل هو بنصب عليك مني الحر. وين شفت الحرمه؟ في العين؟ ايه حرمة تسلم علي من العين؟ ايه شو اسمها؟ حمدان. اسمها حمدان؟ ايه حرمة اسمها حمدان؟ ايه ما يستوي يا صلاح حبيبي. يمكن حمامة. لا عارف حرمة اسمها حمدان صلاح ما يستوي. ما اعرف. وعطني اسد عطني اسد. ها بابا يابا الحرم منو الحرمة هذه؟ اسمها سلمى. سلمى مال علينا هذا خرمة. خرمة قول لي يلا سلم عليها. وين شفتوها؟ وين؟ بنياز الشرق مول. الشرق مول عرفك كنت لو عرفت صلاح؟ هذا أرباب الدوم نال في بدل. شو؟ أرباب ريد يشتري نال هيه بتاني تاخذون عول. يلا برايكم يلا باي باي صلاح. بابا بابا تعرف هذا صلاح؟ ايه ايه ما لا بنعرفك عليه. اقولكم ترى المقصر موضوع شو الاصل. اصل المقصر يلبس مكان الزنجفره يعني مكان الفنيله. مكان الفنيله طار المقصر حل مكانه الفانيله. الفانيله هاي المزلطه والفانيله المكتفه. فهذا والحين العرب لين الحين لين اليوم لين باكر هل البطين يلبس ابوي هذا ها. هذا ابوي يلبسونه الحين هالبطين وهل السمحه يلبسونهن مكان الفانيله. خياط ما ياخذون فنايل. سمسم فنيله ما في مقبره. ايوه هذه يلبسونه تحت الكندوره. هذا بعد مديل لكن هذا الوقت الاولي عقمه وغرمه عقمه وغرمه الوقت اللي اقول وانهض. لكن الحين هذا يعني حيث انه شربت وفنان وخفيف ينلبس يلبس. الحين شوف ابوي يعود الادمي وحسب ذوقه شو يبه شو ما يبه كل شيء يستوي. لكن كاصل المقصر ينلبس تحت الكندوره. المقصر ينلبس تحت الكندوره بهذا المقصر بو عقمه وغرمه شرات هذا وتلبس فوقه الكندوره. هل السمح لين اليوم ولين باكر وثلثين من هالبطين يلبسون ابوي لين اليوم لين بكره المقصر تحت الكندوره. ما طاحت ينوبهم الفانيله عسبتي يبهم تلقط الترف قرب الله تاع البطين حدا ترفع عن ينوبهم. نعم الالوان هذا كل شيء موجود. كل شيء موجود كل شيء. هذا حينه اليوم يجي مشان هذا مشان تبي اوردر اردي اليوم في هذا مشان يجي مشان في هذا كل شيء الموجود. تكلم شغلات الاوادم كل شيء. تعال شه لسانك يوم ترمس
أنا بدي حق صلاح. وين ألوان الحين موجود؟ هذا كلش الوان موجود. هذا مشان اليوم يجي مشان بالليل فيها. هذا كان الحين مش موجود عندك. الحين هذا الوان ما في موجود. يعني هالست هذا كامل ما موجود. اليوم يجي إن شاء الله. بيوصل اليوم. هذا موجود. هذا موجود فيها. هذا موجود. أيوة. وهاي كلها موجودة. هذا كلش بعد موجود. ترى الدنيا كم لون بلون فيها. هذا بعد 100 فوق فيها هذا 120 130 هاي شكل في لون فيها. 130 لون؟ ايوه. انا ابوي عاد ما اريد 130 لون، ما بظاهر من ديوان عقلي. ظهرت ورديت مره ثانيه. شوف الحين رمس عاد بنياتنا امهات بريجة اللي بين وبيخيطن حبيته السفن على الخياط. ترى هذا صار ولا رد مقصر. هب ابوي شنيول ولا طرحه ولا فستان. هبتين عند الخياط تخيط حق عيالكم وتقول نبى الخلقة غير والاخوار غير. لا، هذا الاستعمال اليومي. ها هذا الاستعمال اليومي. الاخوار من نفس الرقعة. الاخوار من نفس الرقعة احسن وارتب واخير. هب الاخوار لون والرقعة لون. لا، وايد ضروري انت تنتبهن للموضوع هذا. هذا حق فريخ صغيروني يتبرد به عن الواهيب عن الحر. هذا وايد زين ويكون يعني يملو فنان بيظهر عند الدكان ولا بيحوط ويا ابوه سيايرته ولا انه لبس المقصر الغاوي. امكان يعني تسوى كندوره كامله. بالامكان تسوى كندوره كامله. قبض عاد قبض هذا قبض هذا يا المنهج هذا قبض هذا. بالامكان تسوى كندورة كاملة حق العيال وبالإمكان يتسوى مقصر. أنا في اعتقادي ورأيي أن أبوي يتلبس أبوي يتلبسون العيال مقاصير طوال عبارة قلابية لكن يكون أخوارها منها. وفي وين بلحق عادة هنا أنت شنك بن عنك ها هالنمونة يكون أخوارها منها وفيها أو الأخوار سادة على حسب الطلب انا اتوقع حق العيال يكون يعني فيه شويونه اخوار ارتب بيكون واحلى. وهذا راي والانسان عاد حر برايه لكن هذا مقترحي انا. بارك الله فيكم. والعيال ترى الصغار ضروري تاخذونهم من جميع الالوان غاويات وزينات ولا شيء خير بالاخص الطرف هذا. شو اسمك؟ ارسلان. شكرا يا ارسلان. حد رابي انا وين؟ انا ابو عتل وصلت سبنس جاي اخذ غرض. من وين؟ من سبنس. هنا كل شيء اروم عليه ولا يغلبني شيء. ما يغلبني شيء ابدا. اللي ابا اروح يا سيل واتعنى رسم الخدمة. اخبركم عن موضوع بعد وانا راد ان شاء الله اني ما انسى. ضروري اخبركم عن سالفة منو دق لي تليفون وشو تقصد امور ان شاء الله اني بخبركم. نسيت والله من كثر ما هو الموضوع سخيف ويهدم يجيب الهدمه. هي نعم. ان شاء الله اني بتصل برمسكم وانا ظاهر. عاده الخوخ هذا معروف، هذا ابو الشعر معروف وكلنا يعرفه. شيء من ابو الشعر شيء بلي شعر. والشعر ب 45 50 فلس وهذا بلي ب 45 و50 فلس. لكن اللي ما اول مره اشوفه هذا خوخ لونه اصفر كامل ما بهذا. هذا معروف، هذا معروف استوت الدنيا. هذا خوخ بعد ما شيل اربع حبات وخذ الثم. شيء غريب اقول كله نواتق كل هالدنيا بتمر عليها مرور الكرام. ها تمر 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 لكن ضروري ترد على شيء مميز اللي هو ها هذا المميز. هي ابني باخذ كم حبه بطعمه. اقول في خاطري هذا، اقول في خاطري اكيد انه فنان. لا بشيركم بعد اغلاهن 33 باجات 15 و10 15 10 14 16 هذا اغلى شيء فيه. جود ون يا ويلك تحط لي ماب جود ون. ايوه اي ايوه هذا مره. في هالمكان لفت الله يحفظكم انتباهي تين عضوي، مكتوب عليه تين عضوي. عجيب غريب شكله، طعمه الله اعلم به، لكن غريب عجيب شكله.
اكيد ما بيحطونه في هالمكان اللي هو زين فنان. شكله غريب عجيب. حتى اخذت من التين واخذت هذا تفاح الخوخ الاصفر والخوخ الشعر. يقول يا صارق الديج على راسك ريش، والمصريين يقولون اللي على راسه بطحة يحسس عليها. انزين هذا ابوي يعني اتصال، انا مسابع ناوي اخبركم عن السالفة، وصلت البيت وانا ما وحالي. انزين المشكلة اني يعني اتصال، انت منو تقصد؟ قلت ابوي انا لا اقصد زيد ولا اقصد عبيد، انا ابوي رمزتي البارحة عن الناس كلها اللي يازمون يعدربون ويتشمتون على العرب، وهذا فعلت وهذا تركته، وترى أخس الناس نقادة، أخس الناس نقادة. إذا بغيت الحقيقة أخس الناس نقادة، اللي ينقد على العرب اللي هذا كخ وهذا تف وهذا ما في أدب وهذا ليش يسوي هذا، هذا بويه، هذا يسمونهم أخس الناس. مفروض الأدمي من رأى منكم منكرا فليغير، يغير يوصل للمكان وينصح. هذا تعرف أن الصدق أن الأدمي هذا يعني اتصال من ريال. يعني انت كيف حينه تسمح لنفسك انت تنتقد اللي الوادم اللي تنشر عن الناس اللي يشينون في المجتمع ويسوون ويفعلون يتركون، كيف انت تقول ان نحن؟ قلت ابوي انا لا طريتك انت ولا امتحنت منك ولا انا ابوي ارمس هالمواضيع من مليون سنة، انا ارمس بصفة عامة ان الهادمي يوم بيرمس يرمس عن شيء مستواه، الشيء اللي هو يفهم فيه، الشيء انت حين حاط في بالك انك انت مبب ويا قناة خاصة في الدولة، هاي قناتك روحك مالك، ييب طاريك طاري هالبيتك طاري صدقانك صحب اصحابك ارباعك وين يصير وينتي وزير وسفير وفعل فلان وترك فلان وهذا ما يمسنا نحن وهذا نحن ما نعرف وهذا ما ليش لأني أنا طريتك أنت ولا طريتك أنت؟ أنا أبوي لا طريتكم ولا امتحنت لا منكم ولا من غيركم، أنا أرمس بصفة عامة أن اللادم أبوي ما يخصه، دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق رب العالمين اللي حاسبهم، والدار محكومة، دار محكومة، أي إنسان يشوفونه زال عن الدرب بيقبضونه من ذنين، بيقبضونه من ذنين، ضحى شيبان الضحى بيدقونه أبوي على البال خلال عين ما شافك، ولا عاد تقبض التليفون ولا عاد تسوي، لأنك أنت ما تشرف أبوي المكالمة. هاي أبوي الحكومة تصرفتي، الأوادم ما يرمون يتصرفون بهالنمون، الأوادم ما يتصرفون بهالنمون، وما خلى ولا بقى كلمة عد وتذكر. قلت أبوي يوم بيتعيز من ريولك طال اللي ما طاله ريولك طاله بريول بيديك، هكذا المراكز طلقات ولادم أبوي من عنده حيلة فليحتال، لك الحق علي هني أنا أن يبتلك أسمك، جبت اسمك ولا رسمك ولا علمك ولا اخبارك ولا موضوعك، والله يا ابوكم يعني لا امتحنت لا منك ولا من غيرك، وانا ابوي ما تروع الا من الله رب العالمين اللي خالجني، انا ابوي طريت الواد مككل، قلت لادمي ابوي ما يبني له سمعه على سمعه العرب، ولادمي يوم يبي يظهر ما بلازم على اكتاف الناس، ويوم تبى تسوي لك سمعه ما بمن سواد وي تبى تسوي لك سمعه، سوي لك سمعه من أصل من فصل من علم من خبر من مرايل من ميالس من مذهب في خير من معنا شاعر تسرد روايات عن دارك وعن علمك وعن خبر، هذا بسوي لك سمعة، بسوي لك سمعة فلان سوى فلان ما سوى فلان كل وفلان مشوا تخرطة في فلان لبس ما أدري شو هذا، هذا شيء مرة ما له معنى، أنا أبوي لا أطري لا فلان ولا علان، أنا ما يخصني، أنا أطري الناس ككل، وعندي الناس اللي يسمعون، ولا أبوي أنا تروع لا من زيد ولا من عبيد، أنا أبوي مثل ما قالوا هالأول أمشي الحرة ولا عليك مضرة. يلا هاي تغدى، هذا غداي بروكلي وشوربة شوربة قرع يحطون فيها شوية مليحة وفلفل أسود، هذا غداي. واليوم متهلع شريته متهلع الله يحفظكم على شو، متهلع على زبيدي مشواي، زبيدي مشواي قالوا ما شيء موجود عندنا في الامارات لكن موجود ابوي مال عمان، كتبوا ما ينكر حال نحن وعمان الا واحد، خلينا واحد
ودربنا واحد. يلا بصور الحين مع منتي تقريبا الزبيدي شغله شو المطبن والمشخول والمقلى هذا كله هدري. انا متهلع على زبيدي شوي. انا تجي في خاطري باركة. شوفي هذا حين مقصر هذا كلش ما الاول بنجسمهن. هذا حين كل نيوان نيو كلر اول نيو كلر 73 كلرز I choose 73 color. There's new, yeah. A new. After 7 days, they say. Yes. Okay. And these, we'll look what are we going to do with them. Thank you. هذا الزبيد العماني. الوحدة يمكن بقولكم كيلو فيها؟ فيها كيلو. كيلو وين؟ كيلو وين شريته؟ كيلو وين زبيدية عمان؟ لا تقول لي زبيدية برفارس ولا غيره. ها حتى تضرب في خمرة الرأس. رقم واحد توها حين مظهورة. رقم واحد هذا شوف الحكي سكتة رأس روح يسوى لساوي. ترى الرأس تشيلها هلا من جدا السطرات. ها الباجي هذا كله لحم كله بلوح كل بلحة خير على الثاني. كلها هذا الزبيدي هذا هذا ابوي بلح الزبيدية وي 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 يا سلام سلم محرر شوف النضوي شوفوا قمة في النضوي دواء دواء بلحة دواء بلحة الزبيدي ترى ابوي واللي عدرب في بلحة الزبيدي ترى ما عنده مونة ولا عنده سالفة حاليا انا الاول كنت ما يازلي من سنين لكن اظني هاك زبيدي اللي من الهند لكن اظني زبيدي ابوي اللي نياب من عمان وايد طعمه فرق السمع الارض ولذيذ ماشي شراته نعم شويونة عاده 4 حبات عيش ويا علاقة يا سلام سلم ودهينة شويونة يا احجام غريبة شيء على 2 كيلو شيء 3 كيلو زبيدي الوحدة 3 كيلو ما بشيء بسيط تلقط زبيدي 3 كيلو لذيذ ماشي شراته صلاح السلام عليكم بسم الله شياب انك اليوم فوق ليش هاي انت هني حينه؟ شو ما اخذت بتراويني شيء؟ نعال بشوف نعال طيب انا بشوف نعال؟ وين اشوف؟ انا ما اريد اشوف ما اعرف ايوه شوفه يا ظهريهن يداد؟ لا ما اعرف اشوف ما شاء الله يا صلاح مبروك مبروك كل هذا حق دبي؟ بتموت انت على دبي لا طياره ها طياره شو طياره هذا حق الطياره بسير بانكوك ايه؟ انزين ما شيء مشكله خليه. ها خلي البيت خلي البيت بتخليهم في البيت ايه؟ بس الوحده ايه؟ ان شاء الله حبيبي ما شيء مشكله اللي تشوفه مناسب هذا ان شاء الله حبيبي ان شاء الله صح صح كلها نهاية تخليه حق المخاوض لمياها ايه؟ على هواك بشوتي حق العيد بس زين الحين تلبستها كم من يوم خلي يمثونها ويعدلونها لا خلاص على طاقه بابا وين في البنيه العين ما شافت ما تبى واي يو ار جوينج ما تبى تيرس حبيبي بنحط لك محسن ما ترته بخلي محسن يشتغل مكانها عندك محسن واسد اثنين و24 ساعة وياك عشان خيار عندي يا واحد عربي واحد باكستاني واحد من آسيا واحد من أفريقيا يلا بعد
انتشر فيديو اليوم. الله اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. انتشر فيديو من يومين ويميل اسئلتين علي بس بالنسبه للي قاعد ياسي قشر صلامه، يقول انه يعني يخبر احداث عن صلامه الهنباء، واللي يتخبر كل حد يقول لي صحيح صحيح. لا، الصحيح الله يسلمكم ان الهنباء اذا تنزرع صلامه، الهنباء صلامه الهنباء والبنيه واحد. البنية ما تحمل قبل سن 13 إلى 14 اللي هو سن البلوغ، فالهنباء ما تبلغ قبل سن البلوغ، مثل الحرمة، الحرمة تبلغ سن بنت 13 بنت 14 يسمونها بلغة الحرمة البنية، من تبلغ يعني اسمها خلاص يعني تروم رب العالمين خلقت الله أنها بالغ مجهزة للحمل في أي وقت، وقت ما الله راد لها يعني. المراد فهمه ان اللي بيحط صلامه وله بارض يتريق 13 الى 15 سنه على هواه، لكن حاليا صلامه وعلى فكره والصلامه تظهر انها مشابهه اللم، تتشابه اللم روحها 5 أو 10% من النوادر تظهر الصلامه تشابهها، في احتمال تتفوق علمها وفي احتمال كبير انها اردع علمها، والعلم عند الله. هذا أولا. زين، ثانيا الله يحفظكم، الحين ما يرزق الموضوع زراعة الهنبة أو زراعة أي شير من يظهر سهيل، من يظهر نيم سهيل وبرد بردة الأرض الناس تزرع، وحين كل شيء متوفر، المشات اللي فيها أما تشتهي النفس، عائلة الهنبة عائلة من أكبر العوائل، أكثر عن 500-600 نوع هنبة يوجد في العالم، وكل إنسان يختار النوع اللي يناسبه يزرع، فما شيء كالف أيك مطعم أصلا، أيك الهنبة مطعم وتثمر بوي الحول الحايل أنت تاكل منها، منو يحين له بارض يترية 13 و14 و15 سنة حق عظم هالهنبة، لو بتيك جواهر لال نهرو ما علي، بيظهر لك قماش ما علي، بتثمر لك عنبر وبنقول لك ما علي، عظم الهنبة وما كثر الله إلا الهنبة، حين يصيروا جبرة العين، جبرة العين صندوق الهنبة اللهم لك الحمد ب10 دراهم 10 ربيات صندوق بكبره يبي يا الله منك 10 ربيات صندوق هنبة، يلا يلا يشل حمالي ما شيء كالف، بتزرع هنبة صلامة بترياها دهر وبها تظهر عدلة وبها تظهر مايلة، ما شيء كالف، خذ أبوي الواضح، حد يشجع عمره، حد يشر حصاه ويرض بها راسه، ما شيء كالف. نحن وغيرنا من عالي وداني وشيخ وعشيري اللي عنده واللي ما عنده، القورة الهنباء اللي بعشرين درهم 30 100 درهم انزادت، أخير هنباء هاللي اللي بنفسجي ما لون بنفسجي يعني من أكثر شيء 200-250 إذا أنها متر ومترين، ما شيء كالف إنك أنت تزرع شيء تصبر عليه الدهر كله عقب تظهر يظهر دم فاسد حرام. حليلكم انتوا تتحروني انا في البيت، ابوي انا في الجيم، انا ابوي مستحيل انكم تلقطوني اضيع وقت، يا اني راقد ولا في رياضه ولا في اكل ولا في شرب ولا في زراعه ولا المهم شيء على الفاضي ما اضيع وقتي فيه ابدا ابدا ابدا، وهاي مهارتي من لك 600 سنة حتى يوم ما القط حد رمش ارمس عمري. لا والله انا ما بلينها كثر، اقول كنت ترى باكر البحر ان شاء الله اذا الله راد، باكر البحر البحر عجيب، متى زمان ما طحت هالبحر، ان شاء الله الرزق عند الله. يا اخوان واكيد المسجل في احتمال اليوم يكون في خروفه يعني، اعتقد قصه اليوم القصص الواقعيه مثل الأمسية القصة هاي من كم من يوم أو مثل الباحة كانت من القصص الواقعية، ما كانت خروفة، قصة واقعية حقيقية اللي هي كانت قصة الشيخ فيصل بوساق، إيه هاي قصة الشيخ فيصل بوساق، هاي قصة حقيقية مش تأليف ولا رمسة عادية، لا حقيقية 100%. مساكم الله بالخير، من الأساس نائيت والله متدقدق من الجم مالي بارض عد القصة، لكن القصة غاوية وعايبتني وعرفة من مدة، واليوم وباكر اليوم وباكر قلت في خاطري بعد هاليوم هذا بجوي عمري، لأن باكر وراي سيرة بحور
وهناك ما ظني شيء قصيص وقصيص وسوالف، يعني بشيء واقعي وحدث دقيقة بدقيقة تو إلا ما شيء فايدة. ها من القصص الأولية هذا في الزمان اللي خطف اثنين من ربع، اثنين متربعين خوة الدنيا، فسايرين يقنصون في سيارة القناص الله يحفظكم، شافوا لهم مغدر ماء، ولأن نازل عليه أحد القبائل وياسين عايشين عليه. تحيدوا الأول العرب وين المغدر، دقوا خيامهم وخلاص يلسوا لين يعبر المغدر هذا. أبويا وأبويا رووا خيولهم وهم بثنينة، وبهالأثناء شافوا بنية، واحد بنية غرشوب زينة في الدنيا كلها فيها بنت بدو. واحد منهم يقول حق ربيعة بخبرك، شفت اللي أنا أشوفه؟ قال هي نعم. قال لا والله، واجف الحكي طول عرض بسقب برنق شيء عجب. واحد منهم يقول حق ربيعة بخبرك، أنا ما حيد عن هالبنية، هاي البنية يازت لي. قال له أبويها يازت لك توكل على الله، عرف وين بيت أهلها، وبنبيت وبنصبح الصب بنخط خطاطي. قال توكل على الله. يوم حدوها روت ومزرت أبويها قربها بالمياه وحطت على راسه شيء على راسه شيء على سابعته، قبضت طريقها جدا البيت. وصلت أبوي بيت أهلها، وكدوا الشباب الاثنين البيت وين، وأصبحوا أبوي الصبح خطاطيب عند منو؟ عند الأبو. أمسوا ما أمسوا، يوم عد أبوي الصبح صار هو ربيعة، دخلوا على الجماعة سلام عليكم. قال عليكم السلام، لأن أبوها بيلس في طرف الخيام طرف البيت. عقب ما توايه وياهم وتقهوا قال أبوي نحن جايينك خطاطيب. قال من أنت؟ قال أنا فلان 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 الفلاني. قال والنعم؟ قال أنا جاي إنك خاطب بنتك. قال إن شاء الله، لكن أنا لزوم إني أنا أشاور بنتي، نحن أبوي لازم شاور هالبنت. قال هذا من حقك ومن حقها، سهل شاور البنية. شاور البنية، يا بنتي ترى جاي إنك خطاب فلان 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 فلاني. قالت لي يا أبوي أنا ما لي إرادة في ريل، غير يبدلي مني. وقالت له ما لي إرادة. ردوا عند الجماعة وتعذرهم، يا جماعة الخير رديت الشور على البني والبني أبوي ما تبريل. قالت أنا حين ما لي خاطر في الريال. رفضتني، كيف ترفضني؟ أنت ما قلت لها ولد ابنه؟ قال قلت لها. قال لأبو عد حق المعرس، سير أبوي حق اللي جاي خاطب بنات العرب وايدة، وإن شاء الله بتلقط اللي أحسن عنها وأحسن عنا ويشرفك نسبهم أكثر عنا، لكن نحن بنتنا ما تبى العرس. غير بدل. قال ابدا البنيه ما فردني همه وما رد. عاد اكد علي قال تخبرت انا ولد ابنه؟ قال خبرناها، لكن البنيه ابوي ما تبى العرس. الله يسهل لك ان شاء الله بنات حوه وايدات، والله ان شاء الله يرزقك اللي اخير عنها واصل واجمل عنها. رد واكد علي قال ابوي العرس قسمه نصيب، العرس قسمه نصيب، ما حصلت لك هذه، يمكن الله كاتب لك تاخذ وحده اخير عنها، توكل على الله والله يحفظك. ظهر والله الريال هو ربيع زعلانين، كيف ترفضني وانا ولد فلان بن فلان؟ وتم يتهندق وعطاهم الجافي. رد على جماعته وين هو جاي. خطف الوقت ويا الوقت، وعقب فتره استخبر الريال هالي خاطب ان البنت اللي هو بغاها ان ياها ابوي ريال اسمه السمين، وقربوه وخدها. استخبر منه عدلي خاطب من قبل، وهذا عدلي خاطب من قبل في كبده قيح، كبده من تفخه، كيف انها رفضته؟ قال علي ما علي، هذاك الدين واليمين ينها للترمر، علي هاك الدين واليمين ينها ما تتهنى بحياته، علي هذاك الدين واليمين ين ما تم عندها يوم، ويحط في مني لا اذبحه طال الزمان ولا قصر. زخر بيعه قال لرضاك الله فيها، تروم تودرني انا يا هالمزيون يا ولد العرب والناس القبائل، وتصير تاخذ واحد اسمه السمين؟ السمين يعني خرس دب، كيف تودرني انا يا ولد العرب والقبائل وتاخذ هالدب؟
خرس. قال حق ربيع اسمعني، ضروري انك تخاويني، ضروري اسير اشوف هذا السمين اللي خذته هالبنت المزيونة، شوفي زود علي هنا ليش، شو اللي خلاها تاخذ هذا. يوم تقاودوا يا ربيع وساروا شافوا السمين من بعيد لبعيد، ولانه اسم على مسمى واحد برطامة، لا في زود زين ولا في زود اصل ولا زي في زود فصل، يك الرجال زاد قهره قهرين، زاد الحمه مليله. شادله قال علي ما علي انك ابوي، لا رملها لا ثور بين حياتك، جل اليوم ولا باكر، عاجلا ام اجلا، انك ما تتهنى فيها مثل ما هي ودرتني وخذت كنت فيها السمين. عاده تم ربيعه يهديه، افعليك افعليك يا ابو فلان، افعليك يا ولد فلان، كيف انك انت بتصير بتشتلك الريال، الزواج قسمه نصيب، هي ما ابغاك، ان شاء الله الله بيرزقك اللي احسن عنها، ولا ابدا ابدا وراس يابس راس يقدح الشرار من عيونه. قال ابدا ما الله علي ما علي، اني ما اخليها تتهنى، اني لا رملها. باهس بعد هذا ساحر الله اكبر عليه. رد عليها ربيعه قال لها ابوي خلهم خلهم، ما لك خص فيهم، خل الناس عايشه، شي خصك الله بيرزقك اللي احسن عنها، ودر عن كل حسد، الاول هو فيه حسد وغيظ عليها هي، والحين حسد عليها هي وعليه هو. الرجال ابوي مشيش ابدا، راسه غادي تحرك اربه، في راس مليون سي الا انه يصير يجتله. مدامها بدت علينا هذا السمين انا برويك صنع الله، والله يا مايبات والله، وتمي بط عمري ويمت بعمري بيميع ليمن. ردوا ابوي على جماعتهم باثنينتهم يسب يا ربع، تحيدوا الاول هو حاقد على الحرمه لانها ردته، وعقب رد وحقد على الرجال، هذا الحسد يوم يقولك حسد. وازم عاد يتختل هذا الرجال اللي في كب دقيح، يتختل حق منه حق السمين هذا. تم ابوي يتختل ياخذ اخبار يتقص اخبار، ياخذ اخبار يتقص اخبار. يوم الايام عرف ان ابوي يصير هذا برنامج الشو ريال السمين، يصبح الصبح الفير يشيل حلاله، يصير ابوي المفلق يرعى الحلال، وهو ابوي يطمش على حلاله ويجلس يروي، يعني هاي حياته. وتختل له ابوي يوم من ايام الله بين على في ورا حصاه، ويثور لك هيك الساعة بمخباط بين حيات السمين ويردي جتيل ورد دار اندرى ودار. تحيدون الأول بر وصوخ هدوء، ما في شيء لا ازعاج ولا همك الله ولا هم يحزنون. اللواد سمعت صوت السلاح وثويرة السلاح، فزعت العرب يوم يولس الريال السمين، ولأنه ابويه متوسد اليمنى، لا حول منو دوروا شرق غرب مني منك، ما عرفوا منو راعي الفعلة هذه أبدا، ما عرفوا بأي طريقة من الطرق. الرجال الحقود هذا عقب ما فعل فعلته الشينة وثور في الرجال، أبوي رد عند جماعته وهو خاتم دوروا شرق غرب ما عرفوا هاي لكن منو هذا، تم ويا جماعته. صار الوقت ويا الوقت الحرمة يوم ودرها يوم ساير رايلها المفلة كانت مستغبه وحامل، جابت وليد من عقب الحمار هذا. صار الوقت ويا الوقت والله واستوى رييل هاك الوليد، رييل تحيد توم شباب توم بالغين، ولأن متجمعين شباب البدو ويسوون عرض يتعارضون بالخيل يعني زي البدو روحهم بعضهم مع بعض. قال لواحد تعب الطارح وياك، يقول حق ولد السمين، قال له افدأ ما طلبت له وجهك فالك طيب يلا. قام ولد السمين وعجل هاك الولد، خطر عليه بتناقز عيونه، قال له قم عني، قال انت قلت بتعاجل، قال لا كان فيك حيل وقوة، سر ابوي يدور جات لابوك، كان فيك حيل وقوة فيك قو لين هكذا هبترفس في أنا، سر تدور أبوي جات لبوك. الولد ما كان يدري
إنه أبوه مجدول صار حق اللم يمية يمية يقولون الفلانيين أبوي مذبوح، هل إن كلامه هذا صدق؟ قال هل قالت له اللم نعم أبوك مات مذبوح، من ذبح؟ قال أبوي أنا ما أعرف، لا نحن ولا ابني عمك ولا هلك ولا عمومك، ما حد يعرف منو ليه جاتل أبوك لين اليوم لين باكر. بط عمر بهاك اليمين مالي يلستن عندكم، ما أرد إلا ما أخذ بثار أبوي، بغو من شرق غرب أبدا. كل يوم عند عرب آزم، يوم يشتغل أبوي صبيب قهوة، يوم راعي بل، يوم أبوي حمالي، يوم يعني حطاب، كل يوم عند جماعة، وكل ما يوصل عند جماعة يجلس عندهم فترة من الزمن يبي يعرف أخبار ولا علوم يمكن يخبر عن جات الأبو على أمل شوف لأي درجة حب الانتقام. ومن جبيل لين جبيل، ومن عند عرب لعند عرب، واليوم وباكر وشرق وغرب، وخطف ثلث عمره الولد وهو يالس له يتنقل من عند عرب لين عرب اللي غير. وصل والله عند عرب وضم عندهم ابوي مجهوي، شافه الشيخ قال ابوي شيفك انت؟ ما بشيفه مجهوي، انت شيفك شيفه فارس، شيفه رجل والناس وعرب قبائل، انت ما بهاي شغلك انت. الرجال الشيخ شاك في موضوعه مرتاع منه، يعني هالرجال هالمزيون هل المقسم الشكل اللي قادي شكله يطرد الفقر، هذا مجهوي؟ هذا ما يجي في الأقل مجهوي، هذا وراء قصة وراء سالفة. نش الشيخ وزقر ولد السميع قال بخبرك أنت شيفك ما بشيفة مجهوي، عطني علومك. قال لا والله أنا مجهوي، أنت عطني فوق حقي. قال له عطني علومك، أنت بوي شكلك لا بشكل مقهوي ولا بشكل بهدل، أنت بين عليك بناس عرب وقبائل. قال أنت غلطان، طال عمرك أنت غلطان، أنا مجهوي ولد مجهوي. قال له عاد الحينة أنا بخبرك أنت كانك أنت مجهوي ولا هب مجهوي. اليوم نحن عندنا عرض خيل مع شباب القبيلة كلهم، لكن نحن أنا بعطيك فرسي، هاي الفرس أنت بتركبها وهذا سلاحي، ولازم انك انت بتعرض ويا الشباب. قال ما يستوي طال عمرك انا مجهوي جاي بتحطني ويا عيال الشيوخ. قال ابدا، حيد وعمر بعيد، حالك من حالهم، لازم اشوف عرضك. حاول الشيخ شرق وغرب، يوم شاف راسي يابس ولد السمين قال له الشيخ علي الطلاق، طلق الشيخ علي الطلاق، انك لا تركب الفرس وتشل سلاحي وتعرض حالك حال الشباب، الشباب ما بحسن عنك انت، حالك من حالهم. عرضوا الشباب الشيخ عيال الشيوخ كلهم وعيال شباب القبيلة بما فيهم ولد السمين اللي هم يتحرون المجهوي. يوم شاف عرضه الشيخ عرض ولد السمين قال اشهد ان هب مجهوي هذا، اشهد ان هذا فارس ولد فرسان ولد ناس وعرب وقبائل، لكن عاد الشيخ عنده فطنة بدوي، عنده فطنة يبي يعرف شو اللي تحت راس هالولد اللي خلاه يضم عندهم ويشتغل مجهوي. يوم وقت العرض قال عاد الشيخ وقف، قال وقفوا وقفوا يا الشباب، وقفوا وقفوا يا الفرسان، وقفوا وقفوا من العرض، أبغي كل واحد منكم يتفاخر لي بشي تد مضى عليه في حياته، شي وراء مرايل تد خطف في حياته مرايل هم سوونها ونحن ما ندري بها، ضروري كل منكم الجميع. عاد الشيخ يبي يوصل كل واحد منهم يعد مرايله لين يوصل لين يبي يعرف مريلة ولد السمين. ابتدوا في أول واحد من الشباب كل واحد يتمدح، أنا رديت غزو، وهذا قال أنا رديت الحلال، وهذا كان رديت الطرش، هاك يقول أنا أكرمت فلان، هاك عقرت حوارين، هذا كل حد منهم يجيب شيء من المرايل اللي هو مسوينها في حياته. يوم وصل عند واحد منهم، يوم وصل أبوي الدور عند واحد اللي عداله قاعد نشو عد بيت قصيد، أحمد الله أني ذبحت السمين يوم حقيت أنا علمانها، أحمد الله أني ذبحت السمين يوم حقيت أنا علمانها. سمعت الرمس ولد السمين
استعنى ولد السمين استعنى ببيت القصيد، وازم يزبد ويرتعد وينتنافض بكبره، يني نون عرف ان هذا هو دباح ابوه اللي ياس يدور هالسنين كله، عرف ان هذا قدامه يتباهى بفعلته. والدور الحين عند منو؟ الدور في المفخرة بالأفعال عند ولد السمين، مرة عقبه مباشرة. يا الزام عند منو حينه؟ يا الدور عند ولد السمين. قال له الشيخ يلا أظهر مرايلك وخبرنا في اللي سويته في حياتك على أساس نعرف إنك رجال تتباهى بأفعالك. قال طال عمرك أنا ما كنت فعلت فعلا في خير، لكن أنا بشرك أني حين بخبرك بالفعل قبل لا فعله. قال له الشيخ تفضل. قال ولد السمين اسمعوا كلكم يا حاضرين، كل كلمة لها ميزانها، ضيعة لي ضايعة من سنين، واحمد الله على عقلانها. نشبوي ولد السمين ويرسيفه ويقطع رأس جات لأبوه، هيدا بحبوه فصل رأس عن يم. ويوم قام بالسيف قال خذها مني وأنا ولد السمين، خذها مني وأنا ولد السمين. نشوا أبوي شباب والمشايخ هاي الصغار عيال الشيوخ بيجتلون الولد. قالهم عاد الشيخ العود وقف وقف واحد يقربه، ولدنا يتمدح بذبح السمين وهذا ولد السمين. يوم اعتزها قالها خذها مني وانا ولد السمين، معنات ان هذا ذا بحبه هذا. قال الشيخ اذا انه هو على ما يقول صادق ان هذا الريال هو اللي جات لابوه، ترى ابوي حقه وخذ بيديه، وان كان كلام هذا ما بصحيح ترى نحن بناخذ الحق منه وما بيظهر اليوم الا مجتول. منو لي عفد؟ عفد الله يسلمكم ربيع المجتول اللي توه، ربيع الرجال هاك لي خاطب. قال حق الشيخ ما قاطع كله في خير طال عمرك، الرجال هذا ولد السمين هذا ابوي عند حق، وانا هذا الرجال مذبوح ولد عمنا، ترى ابوي هو اللي ذابح ابو هذا الولد السمين، وما ذبحه في مواجهه ولا ذبحه على مرايل ولا ذبحه على نشبه، ذبحه غدر، ذبحه غدر السنة الفلانية الوقت الفلاني الساعة الفلانية، كان ما تتذكرون أنا بذكركم. نش عاده هو وعطى الشيخ ويهه، قال هذا عليك عهد الله ومان الله ينه، ما حد يقول لك وين أنت ساير، أنت ريال والريايين أنك أنت جاي من دار لين ديرة تدور ذباح أبوك، والحمد لله رب العالمين، رب العالمين أنك يعني عرفت وين ذبح أبوك وخدت بثارك، وأشهد أنك رجل ولد رجال، وإن شاء الله أنا أوكل الله أن يحفظونك الجماعة يسيروا بك لين بلادك وين أنت جاي. والفعل اللي أنت سويته يا ولد السمين هذا ما يسويه إلا كل رجال حر، الرجال اللي فيه خير رجال ولد الريايين هو اللي يسوي فعلك هذا، أنت أنك لحقت وخدت حق أبوك ما بت لا ليل ولا نهار، ليل لو ان رجال من عيالنا نحن، لكن اللي نفعك انه شهد شاهد من اهلها. ونش الشيخ ورفق عليه قال له كان لك راده في انك تعرس، ترى عليك رفجه اني ليوسك وحده من بناتي تنقى اللي تباها منهن تنقاها نقوه شوف العيب على ما يشهدون العرب كلها، ومكدودك وحالك ومالك كل من عند الشيخ من عندي أنا الشيخ، وما تخسر حتى أرضي. قالت وكلنا على الله واشهد أنه يا أبوها ليتم وعرس وخذ بنت الشيخ. وبشر القاتل بقتل ولو بعد حين، هذا اللي يتباهى بالمعصية وبالجتل ويتباهى بالجرائم ويتباهى بالارتكاب المعاصي، هذا مكانه صقر، صقر من جهنم في الدرك الأسفل. وبشر القاتل بقتل ولو بعد حين، ما بارك أنت جتلت بعكت تباهى بجتلك، لا بركتن فيك ولا في وجهك. يلا تصبحون على خير.